كيفكم؟ الفيديو اليوم حيكون ASMR، قراءة قصة بائعة علب الكبريت. جاهزين؟ كات. إذا كنتم جديدين على القناة بليز لا تنسوا السبسكرايب. أتمنى تعجبكم القصة. كان البرد قارسا جدا، وكان الثلج يتساقط بكثافة. الليل يزحف بسرعة معلنا قدومه بظلامه المخيف. كانت تلك الليلة ليلة آخر السنة، والناس يتهيئون لاستقبال سهرة العام الجديد. في هذا البرد الشديد وفي هذا الوقت المتأخر، كانت فتاة صغيرة مسكينة تمشي حافية القدمين عارية الرأس. إنها لم تكن حافية حينما غادرت بيتها، بل كانت تنتعل حذاء، غير أنه كان كبيرا جدا وثقيل على قدميها الصغيرتين. وكان هذا الحذاء في الأصل لوالدتها وكان ممزقا، لذلك فقدته من قدميها. بينما كانت تحاول أن تعبر الشارع بسرعة لتتجنب زحمة العربات، ولما عادت تبحث عنه لم تجد. ولكن الفتاة لم تأسف عليه واستحسنت المشي حافية لتكون خفيفة الحركة عندما تريد أن تهرب من سيل العربات الذي لا ينقطع. وهكذا اضطرت أن تواصل جولانها في شوارع المدينة الحافلة. لقد طلب منها والدها أن تبيع علب الكبريت لتساعده في إعالة الأسرة. أحمرت قدم الفتاة الصغيرة من شدة الصقيع وكثرة المشي، وتورم خداها وتساقط الثلج على شعرها الأشقر الطويل المتجعد الذي تناثر على عنقها وكتفيها خصلا. كانت تحمل في ثوبها عددا كبيرا من علب الكبريت، وبيديها بضع علب أخرى لكي تبيعها للمارة. ولكن لسوء حظها مضى النهار كله وأقبل الليل ولم تبع علبة واحدة. كانت ترجف من شدة الجوع والبرد، ولم يحسن أحد إليها بمليم من واحد. كانت الأنوار تسطع وتنبعث من جميع النوافذ، وتنتشر في ذلك الحي رائحة الأوز المحمر المشوي أنف الفتاة الصغيرة الجائعة. وفي زاوية بين بيتين جلست الطفلة القرفصة ثم ذنت ساقيها تحتها لتدفئهما، ولكن كان عبث ما فعلت فلم تستطع لهما دفئا، ولم تكن تجرؤ على العودة إلى البيت بعلب الكبريت التي لم تبع منها شيئا، خوفا من أبيها فقد يضربها لفشلها في تجارتها، ثم أن بيتها لا يقل بردا عن الطريق، فالريح والثلج يتسربان إلى داخله. كادت يد الفتاة الصغيرتين تتجمدان من شدة البرد، وتذكرت الكبريت وما فيه من دفء، فتناولت عودا وأشعلته. كان ضوءه رائعا يبعث الحرارة، فقالت في نفسها ما ألد لفعة من نار مهما كانت طويلة في مثل هذا البرد الشديد. وضعت الفتاة المسكينة يديها فوق اللهيب، وبدأ لها كأنها جلست قرب موقد حديدي كبير.
داخله نار حامية. ما أجمل النار، تشتعل وتنشر حرارة منعشة. وأرادت الطفلة أن تدفئ قدميها الصغيرتين المتجمدتين أيضا، لكن وأسفا لقد انطفأت الشعلة بعد لحظة واختفى الموقد الجميل، ولم يبقى في يديها غير قليل من عود الثقاب المحترق، فيه بصيص خامد، وسحبت عودا آخر وأشعلته فوقع ضوءه على الجدار فظهر لها تحت شجرة كبيرة من أشجار الصنوبر التي تهيأ لعيد الميلاد. ألوف الأضواء تلمع بين الأغصان، وأشكال ودمى عديدة ملونة كانت كأنها تنظر إليها. تصورت أمام عينيها مائدة صفت عليها أطباق من الخزف اللامع، وأواني من الفضة، وكؤوس من البلور اللماع، وعلى طبق كبير وضعت وزة محمرة مشوية تتصاعد منها رائحة طيبة شهية. والأجمل من كل ما على الطاولة أن الأوزة قفزت من الطبق، لا تزال مغروزتان في صدرها، وصفقت بجناحيها المنتوفين، ومضت تمشي مهرولة متمايلة في اتجاه الفتاة المسكينة. فمدت يديها نحوها، ولكن العود انطفأ واختفت الأوزة، ولم يبقى أمامها من تلك المشاهد الرائعة سوى الجدار السميك. وعادت الفتاة فأشعلت عود ثقاب ثالثا، فاندفع اللهيب مرة أخرى فأنار كل ما حولها، فإذا بها ترى عددا كبيرا من الكرات الزجاجية من كل لون تتدلى بخيوط فضية من الأعلى، تنعكس عليها أنوار الشموع الموزعة في كل الأركان. تمد الفتاة الصغيرة يدها لتلمس أحد هذه الكرات الملونة الجميلة، ولكنها لم تكد تهم بذلك حتى انطفأ عود الكبريت، وصعدت الشموع والكرات عاليا، فنظرت إلى السماء حزينة فلم ترى غير النجوم. وأشعلت الفتاة عود كبريت آخر، فرأت نجما صغيرا يسقط ويترك وراءه نورا يشبه ذنبا ناريا طويلا. تذكرت الفتاة ما كانت تقص لها جدتها العجوز الطيب: كلما سقط نجم عادت نفس إلى الله خالقها. وفي الحين ظهرت لها جدتها العجوز تشع بالنور، طيبة حنونة كما كانت دائما. فصاحت الطفلة: جدتي جدتي خذيني معك، فأنت الشخص الوحيد الذي يعطف علي. أنا أعلم أنك ستختفين عندما ينطفئ عود الكبريت، كما اختفى من قبل الموقد الدافئ، وكما اختفت شجرة عيد الميلاد والأوزة المشوية. وعجلت الفتاة فأشعلت جميع عيدان الكبريت الباقية حتى لا تختفي جدته، أو تبقى معها على الأقل وقتا أطول. فانبثق النور ساطعا حتى صار المكان كأنه في وضع النهار، وبدت لها جدتها العجوز الطيبة أجمل مما كانت عليه من قبل. وفتحت الجدة ذراعيها فاحتضنت الفتاة الصغيرة وصعدتا معنا
تعرف لهما الفتاة مثيلا من قبل، حتى بلغتا المكان الذي لا يعرف فيه البرد ولا الجوع ولا الشقاء. ولما طلع الصباح أشرقت شمس العام الجديد على ذلك الركن، وجد المارة الفتاة الصغيرة المسكينة قابعة موردة الخدين جامدة الأطراف وعلى شفتيها ابتسامة لا يعرف أحد منهم معناها، ولكنهم عرفوا أن الفتاة قد ماتت من شدة البرد، وعرفوا أيضا أنها كانت تحاول أن تتدفأ بما كان مبعثرا إلى جانبها من علب فارغة وعيدان كبريت محترقة، ولكن لم يكن أحد يعلم ما رأت الطفلة وهي تشعل الثقاب من رؤى لذيذة، ولا اللقاء البهيج الذي تم بينها وبين جدتها ليلة رأس السنة. وهكذا انتهت القصة، أتمنى أنها ساعدتكم على النوم. إذا عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا لايك وسبسكرايب وزر الجرس. عندي باتريون إذا حابين تدعموني، الرابط في